ضفت الزيت الزيتون صحيح. والبصل الكراث خلطتهم مع بعض، بعدين ضبطت بالملح والفلفل، أضفت البطاطا والأعشاب وسبع أكواب من مرق الدجاج، طبختها منيح ساعة وربع، بعدين طحنتها، وعند التقديم أضفت لها بقدونس مفروم وشوية من الكريمة في حال حبيتوها كطبق شوربة أو طبق مقبلات. صحتين والف عافية. إذن بدنا حبتين بطاطا تقريبا، يعني حبتين وسط مقطعين إلى مكعبات، بصلة مفرومة، إذا في كراث عندكم اللي هو الليك أو الكراث ما فيش خلاص بكفي البصل، ثوم مفروم ربع كوب، سبع أكواب من المرق الدجاج، وتقريبا شوية من كريمة الطبخ يعني هيك ربع كوب أو نص كوب اللي بدكم إياه، زيت زيتون بدنا، زعتر مجفف، بقدونس مفروم وتوست للتقديم، وشوية ملح وشوية من الفلفل، يعني طبق كله بسيط هيك لكن غني جدا، غني جدا حلو. في المقادير. تمام شيف. فأول شيء بنبدأ فيه رحين نضيف زيت الزيتون الصافي، ومنضيف عليه شوية من البصل، دائما البصل هون الأساس في المطبخ سواء عربي أو مطبخ عالمي، هو اللي بيحدد النكهة وبيعطينا النكهة. عبال ما عندي هث البصل يبلش يطبخ، فهون أنا عندي من هالثوم تقريبا بدي أستخدم، هون لا تشيلوا هم الثوم لأنه الثوم بعد الطبخ راح يخف طعمه جدا جدا جدا، وبيزكي ما بيضل، وبيزكي وراح يضل طعم بس صح يعني بالخلفية، مش إنه موجود بهالنكهة القوية 100%. فقطعوا قطع هيك أنتوا يعني وسط، لأنه راح أطحن الشورب هاي، الشورب هاي لازم تنطحن، مش راح تكون يعني تشانك أو تكون طبعاً. زي مثلا العدس طبعا. أنا عندي هون مستخدم الليك أو الكراث، وطبعا نبات بيشبه الفلفل أو البصل الأخضر، قريب منه جدا البصل الأخضر، ومتوفر يعني لو ما في بنقدر نحط بصل أخضر، انسوا لا خلاص ما نحط بكفي البصل، خلاص ما نحط بكفي. رحين نضيف الآن الثوم، شوية ثوم حسب المقادير، ونضيف كمان إيش الكراث. هاي صار عندنا احنا هون اساس، بدك تشغل على هاي الشوربه؟ لا هاي مطبوخه جاهزه. خلص قصدي ما بدك تسخن؟ لا سخنه هي سخنه تمام، بديش يا اوكي سخنه امورها تمام. ايوه تمام. بعديها طبعا يا حبايبنا في عندي الان مطيبات بدي اضيفها، اللي هو الملح والفلفل الاسود، وكمان عندي شويه من الزعتر او الاعشاب الايطاليه حسب المتوفر عندكم. هيا شميلي ريحه هالاعشاب، شوف ما طيبها ما شاء الله، ريحتها حلوه كثير. نعم. وهذا كريمه كاني شايفه. كريمه لازم، شوفي الكريمه هي اساسيه في هالشربات الكريميه، ولكن بتقدروا انكم ما تضيفوا كريمه، بستغنوا عنها يعني القرار قراركم صحيح، مش هالقصه الضخمه او القصه الكبيره 100%. بعد ما اضفنا البصل والثوم والكراث لجوا، الان بدي اروح اصفي البطاطا هاي واجي اديرها. ايوه على وابدا اقلب فيها يا رب. شوفي انا هون الشوربه يعني انا عاملها هاي بدون كريمه، من دون كريمه، طلعوا على منظرها، طلعوا كريميه وطحنتها وما في مشكله يعني، بس دائما الكريمه بتعطيك اللون الحلو، بتعطيك النكهه، بتعطيك الزخم بالنكهه صح 100%. ولكن طبعا الطبخ هو يعني مش شيء مقدس، لازم يكون كل شيء زي ما سواه الشيف، لا انتوا اختاروا بدائل وما يناسبكم. هون راح اضبط الان الملح، وعندي فلفل اسود شويه صغيره هيك، وهالزعتر، هذول اساسيات على الشوربه، النكهات هاي اساسيه. طيب بعد ما انا ابدا اتبل الموضوع هاي، راح اضيف سبع اكواب من المرق، سبع اكواب مرق، هذا مرق الدجاج اللي سلقته. اها يعني مرق دجاج طازج فريش، هذا ما غيره اللي استعملناه لحال ما عندكم استخدموا بودرة مرق الدجاج بصير. كمان تعطيكم طعم طيب بصير. الآن بدأ تقريبا الساعة ساعة وربع كله حيصير خلاص بنهرس بنهرس، بعديها بجيب الخلاط وبهرسها فبتصير عندي بهالشكل. هيها خليك بس أقدمها شوي. الآن راح أضيف عليها شوي من الكريمة. يعني هاي بعد الهرس بتصير هاي، بعد ما تستوي البطاطا بنهرسها بتصير زي هاي، وبقدونس ناعم 100%. وهيك صار عندي شوربة بطاطا بنكهة الثوم وغنية جدا جدا جدا، ولا أطيب منها، ونكتها هتكون النكهة هذه اللي قريبة عن النكهة الترابية، لأن البطاطا أكيد.
روتس وجذور، وبتعطينا نكهة طيبة 100%.